سؤال نختم بيه عشان الوقت. هل وضع الصور الشخصية أو الصور المرسومة على حساب الفيسبوك زي تعليقها جوه البيت؟ سؤال جميل، الناس برضه بتفكر ما شاء الله. هل وضع الصورة على صفحة الفيسبوك مثل وضعها على الحائط في البيت كما نهي عن هذه، ينهى عن تلك؟ الأصل يا رعاك الله أن الصورة التي تؤخذ بالآلة لذوات الأرواح، الصورة الفوتوغرافية، الصورة التي تلتقط بالآلة، محل خلاف بين أهل العلم من المعاصرين، والرجح جوازها إلا إذا اشتملت على محظور لذاته فتمنع من أجل هذا المحظور لا لذاتها. يعني كانت الصورة ما يحرم النظر إليها كصور العورات أو المتبرجات أو السافرات من النساء فلا يجوز نشرها، لأن في نشرها إعانة على النظر إليها، وقد قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا يشمل المنع صور الأشخاص الذين لا يأذنون بنشر صورهم. بعض مشايخنا القدامى في بلاد الحرمين كانوا يعتقدون حرمة التصوير بإطلاق، كانوا يقولون نحن نحرج على من يصورنا، لا نحل له، لا نجيز له هذا. لا تقتحم خصوصيات الناس يا أخي، إذا حرج عليك وأفصح عن هذا وأعلن عنه لا يحل لك أن تخالفه مهما تأولت أو تخيلت من منافع يعني تضاد هذا الموقف، لأن في هذا التعدي على خصوصياتهم. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.